ودائما من مدينة الدار البيضاء، هذه المرة من أمام سوق باب مراكش، سوق باب مراكش البحيرة. قصة من القصص التي دائما نركز عليها لأنها تبقى قصص إنسانية، يعني من الناس إلى الناس. هذه المرة معنا واحد القصة ديال واحد السيدة مسنة على حسب الأقوال ديالها، اللي كتعيش في الشارع، كتعيش في الشارع الشو البرد عليها وكتقول كاينش اللي عقل عليها كاع المراه. وتم ربط الاتصال بينا، يعني ملي جينا نشوفوا هذه السيده كتقول بان عندها جوج ديال البنات، يعني طردوها من البيت، الان كتعيش واحد الظروف قاسيه قاسيه جدا، كتعيش في العراء. لاحظوا انا بغيتكم غير تشوفوا هذه السيده في كتنعس، كتنعس حاشاكم انتم حدا الازبال، انتم عباد الله حدا الازبال، حدا الازبال. ها هي انتم لاحظوا السيده مسكينه في كتعيش كرفطه بزاف. انت شوفوا الفوق، انتم عباد الله الفوق راه كاينه السما، انتم كاينه السما. هاد السيده راه ما مضرقه حتى شي حاجه. هاهي السلام عليكم. السلام عليكم ميمتي. راه مريضه مسكينه، مريضه مسكينه، مريضه ميمتي، مريضه 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 من شي اخر ليا. اش دارك، اش دارك ميمتي، اش دارك؟ اش دارك؟ البرد. جاك البرد اميمتي؟ اين البرد وخاصة الدواء. بغيتي تغطاي؟ لا عندي يا مام. ولكن اميمتي ما هادشي ما كافيكش اميمتي. جاي الشا اميمتي، جاي الشا غتشكرفسي. تشكرفسي على الوالدة، فينهم هاد المحسنين هادو، فينهم؟ فينهم هاد الجمعيات هادو اللي تكلفوا انتم؟ لاحظوا كبار، لاحظوا الاخوان خوتي المغاربة، لاحظوا هاد السيدة فين عايشة. مادام اللي بغى يدير شي اجر راه هذه فيها ديز فيها الاجر. لاحظوا السيده فين عايشه، لاحظوا اخوتي المغاربه، لاحظوا لاحظوا فين عايشه السيده هذه، عايشه يعني في العراء. انتما ميمتي عندك شي وليدات ميمتي؟ شحال عندك ديال الوليدات ميمتي؟ شحال؟ ثلاثة. شحال عندك ديال الوليدات؟ ثلاثة. ثلاثة؟ بنيات ولا وليدات؟ جوج بنات جوج بنيات وليد. واخا ميمتي علاش علاش ميمتي انت جالسه هنا وهما فين كاينين هما؟ في الدار. وانت علاش مريحه ميمتي هنا؟ واش جراو عليك ولا شنو شنو اللي لا لا وكيفاش ميمتي تتخلاو عليك خلاوك بحال هكا؟ مسكينات راك عيانه عامره بالبرد. هذا نداء، خاصهم يشوفوا من الحال. هذا نداء للجمعيات ديال المجتمع المدني، هذا نداء للجمعيات ديال المجتمع المدني بمدينه قديمه. يبغى يتعاون مع تراب عمارات مقاطعه الدار البيضاء انفا. هذه امراه مسنه وكتعيش في الشارع في العراء، يعني مكلفين بهاد العيالات الكبار اللي متشكلشي لقاوهم في القدر، ولا خاصهم يتعاملوا معاهم، يشوفوا لهم مينطات جداد ولا حوايج جداد على الاخر ويداويهم. امتى جات السيده؟ دابا راه شي خمس ايام دابا هي هنا. خمس ايام وهي هنا؟ خمس ايام راه غير الزنقه مسكينه، كتعيشها في الزنقه دابا. واخا مسكينه البرد عليها والش والبرد، شكون غيعقل عليها دابا؟ واش كيروفوا عليها الناس هنا؟ ما فهمتش. كيروفوا عليها الناس ولكن كتنعس في البرد. لا واش تنعس في البرد، ما كاينش اللي غيعيف، فهمتش؟ انت هنايا بنادم خاصة دوك الجمعيات اللي كاينين اللي فيهم اللي حاطين العيالات الباقا اللي حاطين فيهم الناس الكبار. يعني دار العجزة، دار العجزة الناس اللي مكلفين بهم مسكينة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله المستعان يا ربي، الله المستعان. الناس وقيلا هما اللي جابوا لهاد المانط هنا. راه كنشوف فيها مسكينة كيفاش عايشة السيدة. لا حول ولا، يعني من هل من هل من هل البرد، من هل السماء. كاين ناس معتنين يديروا الاجر. هي كاينه هنا في البحيره، هي كاينه هنا في البحيره اللي بغى يدير شي اجر. ميمتي. نعم. اش كطلبيها الوالده؟ اش بغيتي يا ميمتي؟ شنو بغيتي يا ميمتي؟ شنو بغيتي؟ اش كطلبي منهم الوالده؟ بغيتي الراحه. الناس اللي مكلفين. دار عجافه. بغيتي الراحة ميمتي ياك؟ مسكينة. حاسة براسك هنايا مريضة بزاف الوالدة ياك؟
لا ولكن المهم تي راه هنا كاين البرد والشو والخنز. اه كي غديريها المهم تي راه الاخوان اخواني غديريها الواليده خوتي المغاربه راه هاد السيده هذه عرفتي فين كتنعس؟ كتنعس حدا رائحه كتعرفوا ملي كتكون شي بلاصه فيها الاسماك مسكينه كتكحبها شو شو كحبه ديالها لا 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 الله مسكينه. دابا تي ما عندناش حنا الانسانيه في البلاد ولا شناهو دابا هذه الانسانيه هنا فين هما ذاك الناس؟ حنا بغينا نعرفوا ذوك الناس اللي كيتكلفوا بهذا كيدير الحسنات فينا هما؟ فينا هما اللي عندهم؟ دور فيهم هضر انت عطي وجهك. هذا نداء لجمعية المجتمع المدني بتراب عمارة مقاطعة الدار البيضاء أنفا. هذا نداء للسلطات المحلية بتراب العمالة. هذا نداء لجميع المحسنين هاد السيدة كتعيش وسط منا، هاد السيدة هادي منا ختنا فيها بزاف ديال الصفات بزاف ديال المسميات. هادي المرا اللي كتعيش في الشارع، هادي المرا اللي كتعيش يعني أعزكم الله وسط الخنز ديال الحوت، وسط الخنز ديال الحوت. حقوق المرأة أخويا كاين حقوق المرأة، شوف ما بنادم يديرها يديرها جداته ولا يديرها مو ولا يديرها مو مسكينه. اتكلمي اختي بلا ما نبي ما بيش كوش كاع هضري. يتعاونوا معاها انما لكن لا ولاد لا بنات لا حتى شي حاجه المرأة انما تلاحظ الزنقه ولادها ولادها متخلين عليها ولادها ومشيت مسكينه الداوى وتاكل الشرب. حنا نطلبوا من الجمعيات الا جاو الجمعيات راه غيديروا خير كبير غير يهزوا يبدلوا لها حوايجها. الناس ديال الجمعيه اللي تيقول لك حنا تنعاونوا الناس تنقفوا بالناس يوقفوا بهذ المراه. شوف انا ما كاينش اللي غيعقل بحال هكا راه تاني غتبقى مسكينه انا غتبقى هنايا صافي راه هاد النهار اش غتبقى هنا اش غتبقى دير هنا راه مراه كبيره صح. لا حول ولا قوه الا بالله. تبقى حدا الخنز تبقى كيجي الشو والبرد تخافيش ما نبيش كوشك. لا سمك الله سمك الله. سميتك الواليده سميتك سميتها فاطمه اش الكنيه عاب شويه يا والفاطمه راه عارف اش كتقول وعارف اش كدير مسكينه راه بالعون دابا اليد اللي ماطيه ليها اليد. يعني هاد السيده الحمد لله راه كامل القوى العقليه ديالها راه ماشي مراه يعني غير هي مراه مريضه مسكينه علم الله بالظروف ديالها فاطمه هذا نداء للناس اللي كيعرفوا هذه السيده هذه بغينا نعرفوا غير هنا في البحيره غير بغينا نعرفوا الظروف اللي عايشه فيها هذه السيده سميتها هي مسكينه أمي فاطمه يعني الظروف اللي عايشه فيها أمي فاطمه بغينا نعرفوا غير الظروف ديالها كيفاش دايره هذا هو السؤال هو كيف يعقل ان امراه مسنه امراه مريضه هاي لاحظوا غادي نقرب لكم اسمعوا الطريقه ديال السيده باش التنفس ديالها المهم شي عيانه شويه اشنو كيضرك الوالده اشنو كيضرك السخفه مسكينه السخفه فك السخفه أمي فاطمه كليتي شي حاجه تعشيتي كليتي شي حاجه كليتي ومسكين يعني شحريجه فات شحريجه فات الريحه مسكين فيها خاصها تدوج وخاصها تلبسي حويجات نقيين صراحه جمعيات المجتمع المدني هذا رساله لكم جمعيات المجتمع المدني هذه السيده راه كتعيش وسط منكم هذه السيده هذه مواطنه هي راه عارفه اش عارفه الكميه كتعيش وسط منكم هذه كتعيش وسط منكم هذه حداكم حنا كنتمناو صراحه يعني مؤسف جدا انك تشوف بحال هاد الحالات هادو يعني ما عرفتش سبحان الله شي بنادم واخا يتعاون معاه غير بالحوايج راه دار واحد الاجر عند الله ماشي مساله الحوايج هاد السيده هادي خاص اللي حيدها من هنا بعدا واش عرفتي شناهو عيشه وسط هاد الخنز وسط الشيء الناس المسؤولين بهذا الشيء فينا هما الناس المسؤولين بهذا الشيء فهمتش اللي عارفين الناس الضعاف فهمتيني دابا اللي بغيت تواصل معاه ما كاين لا رقم لا والو دابا نديروا الرقم ديالنا حنايا ماشي مشكل نديروا الرقم ديال شي واحد فيكم ماشي مشكل ياك ماشي مشكل اذا مشاهدينا الكرام غادي ان شاء الله اكيد ان شاء الله هاد الرساله هذه غادي نوجهها لجمعيه المجتمع المدني غادي نوجهها للسلطات المحليه بالمنطقه وكذلك غادي نوجهها للمحسنين بالمنطقه هاد السيده راه ماشي شي قصه ولا شي فيلم هذا واقع كنعيشوه هنا قرب
السوق ديال باب مراكش بحيره. هاد السيده كتنعس هنا في العراء، كتنعس في الخلا بهاد اللغه الدارجه، كتنعس في الخلا. وكنعتذر الا تكلمت بهذه الطريقه هذه، حيت راه يعني شي حوايج كاين دلال جابين. يعني كتشوف مثل هذه الحالات هذه، يعني مثل هذه الحالات هذه صراحه اقسم بالله لك يخونك التعبير ملي كتشوف حال الناس هذو. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. امي فاطمه، امي فاطمه كليتي امي فاطمه، كليتي بعدا كليتي كليتي امي فاطمه. اشنو كليتي امي فاطمه؟ اشنو كليتي؟ اشنو كليتي امي انت؟ اشنو كليتي؟ سخفانه امي انت ياك؟ كليتي فرماج وسخفانه امي انت ياك؟ باش كتحسي؟ باش كتحسي امي فاطمه؟ باش كتحسي؟ السخفه. السخفه بغيتي ديري الدواء؟ ديري الدواء امي فاطمه. كديري رابوت امي انتي؟ مسكين الله 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 اللي عالم بها ابوك. قاش قدرات تخدر الله اللي عالم بها وحق الله. خوتي المغاربه راه الصوره، الصوره خير معبر، يعني الصوره ابهى واجل من التعليق. مهما بلغ الانسان من الفصاحه، مهما بلغ الانسان من لغه الضاد، فلا يمكن ان يعبر على مثل هذه الحالات التي يندى لها الجبين. يعني هذا نداء وهذه رساله. الناس المحسنين، الناس اللي كيقولوا باغي نمشيو للحج، باغي ها الحج فينا هو؟ الحج هو هذا، هذا هذه العمره وهذا هو الحج، هو هذا، هذا هو العمره وهذا هو الحج. اللي بغى يحج ها الحج هو فينا هو؟ مثل هاد الناس هادو اللي وسط منا، ماشي بعاد علينا وكيعيشوا وسط فهاد الظروف. انا راه خوتي راه صراحه انا راه بغيت نوريكم انتوما انتوما انتوما، يعني ليكم انكم تخيلوا غير هاد البركاسه اعزكم الله. كنعتذر على هاد الصوره، ولكن انا خاصكم تشوفوها اخوتي، باش حيت حنا هذا كما كنقولوا حنا ما كنديروش المونتاج، حنا داك الشيء المباشر المباشر، ما كنبقاوش نزوقوا، حنا داك الشيء المباشر. انتم لاحظوا هاي السيده هنا، هاي هذه بركاسه حاشاكم ديال الحوت ياك، الحوت وكتنف حداها انتم ما بعيداش منها. لاحظوا مباشره هاد السيده ها هي، ها هي ها هي، ما كاين شوفوا ما كاين حتى شي سقف. لا ما تخافش حتى واحد فيكم ما نشدو، ها ريحو حتى واحد فيكم ما نشدو. انتم السقف العراء، انتم مباشره ما تخافوا حتى ما نشدو. انا كاين الغيث، انا دابا شوف هنا شحال ديال الغيث هنا، شو شحال ديال انتم انت رجع للور باش نوريهم هذا الغيث هذا. حس انتم وروهم بلاصه كامله اللي كتنعس، انتم لاحظوا على واحد العود. لاحظوا اعزكم الله، وكنعتذر على هذه الصوره، ولكن خاصكم تشوفوها الاخوان، خاصكم تشوفوها الساده المشاهدين ديالنا، مشاهدين قناه مغارب نيوز. لاحظوا هذه السيده هذه اعزكم الله فين جالسه؟ هذا راه شوفوا، هذا راه هذا خنز حاشاكم، هذا خنز ديال الحوت، هذا خنز تشمو مسكينه كتسبيري. لاحظوا كتسبيري انتم، هذا راه خنز ديال الحوت ياك، ها هو هذا خنز ديال الحوت. الجمعيه ديال الناس اللي المرضى والناس اللي ما عندهمش خنز ديال الحوت، علاش ما يجيوش كتعيش فيها السيده هذه؟ اذا صراحه ما بقى لنا الا اننا نهيو هذا البث. دابا ربما حنا غادي نهيو هذا البث، صافي سالات هذه المعاناه، ولكن هذه السيده هذه راه لا ما لقاتش القلوب الرحيمه، واكيد هي راه كاينه وما اكثرها، الا ما لقاتش القلوب الرحيمه هذه السيده هذه فراه غتبقى كتعيش هذه المعاناه، يعني ما عرفاش تالين. ولكن هذا كنعاود نقول، هذا نداء لجمعيات المجتمع المدني، هذا نداء للسلطات المحليه. راه عيب وعار اننا يعني في كنقولوا احنا الحمد لله احنا في بلد اسلامي، ولقاو مثل هذه الحالات وسط منا عيشه، وحنا كنمشيو نعسو وكنتخشاو في المنطقه وكنعمروا اتاي وكناكلوا ونشربوا وكنعسوا، وهاد الناس هادو عايشين في الزنقه، راه عيب وعار. كنعتذر على هذا البث المباشر اللي درت فيه، هضرت فيه بهذا الاسلوب، ولكن راه خوتي المغاربه تيقوني راه خطيره، راه كون شفتوا هذه الحاله مباشره راه ربما ديروا اكثر من هذا الشيء اللي تكلمت به. وكنعتذر مره اخرى، حيت هذا ما مولفش، هذا هو الاسلوب ديالي مع المشاهدين ديالنا. باقا جاي الشاول، ولكن تبقى عليها الشهر، تصب عليها الشمس، شكون اللي عاقل على هذا؟ ما كاينش اللي غيعقل عليها. فين هما الناس يتعاملوا معاه؟ اذا ما بقى لنا الا حسيني. بنادم عنده الفلوس، بنادم عنده بزاف ديال الحوايج موفره من راسو، عادي لا عادي ماشي، راه بحال دار خير مع امه. انا معاك، شوف اللي عنده شي حاجه الله يكمل ليه، الله يزيدو. انا اسمعني، انا اللي كيهمنا هو هاد الناس هادو
يتعاونوا مع هذه السيده ويحيدوها من هذا الخنز اللي عايشه فيه. هادشي ليها ويبحثوا ليها على الاسره ديالها. هاد السيده خصها نعرفوا السيده شكون الاهل ديالها وكيفاش وصلت هنا، كيفاش جات هنا، ونمدوا لها يد المساعده. هذا هو الشيء اللي محتاجه ليه امي فاطمه دابا ان شاء الله. وانتم كنشكركم اللي تواصلتوا معنا. الله يحفظك. صراحه كنشكركم الواجب ديالنا. كنشكركم اللي تواصلتوا معنا على هذه الحاله ديال امي فاطمه، وكنتمنوا ان شاء الله ما لاقينش ليها الجه. كنتمنوا والله توقفوا معنا ان شاء الله. الله يرحم لكم الوالدين لما شوفوا بحال هذه المراه. مرحبا مرحبا. اذا مشاهدينا الكرام، الى هنا سناتي على نهايه هذا البث.